نحييكم بأجمل تحية صباحية رياضية من على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. ننطلق في هذه اللحظات بدايتنا مع الجولة الثانية ومع المحليات لصايل الذلل. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة عبر الهواء بثا مباشر عبر قنوات دبي ريسينج. نتقدم مع الصدارة والمقدمة ومن تقود هذه الأسماء والشعارات. مسافح المركز الأول الواثق يقود المسار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي ينطلق مقدما مسافة في أول الأسماء. المركز الثاني الظبي الظبي القادم سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي قادم على المركز الثاني. النقل إلى المركز الثالث والواعي القادم مسري بن سالم بالعرط الحميري القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع الشايبة الشايبة مبارك بن حمد بالعود العامري القادم على المركز الرابع. خامس المراكز نتابع في هذه اللحظات سيل للسيل بن مبارك بن مرخان آل شتبي القادم على المركز الخامس. والمركز السادس المركز السادس نتابع شعار عروبة الواصلة عروبة لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي على المركز السادس. سابعا نتابع في هذه اللحظة مزنة في هذه اللحظات مزنة حمدان بن سعيد بن سالم لعويسي القادم مع مزنة على المركز السابع. ثامن المراكز هنا القادمة مساعي أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي ومن منتصف الميدان نتابع التسلل من سمحة راشد بن نايل بن راشد النايلي الشامسي يتقدم مع سمحة. والمركز العاشر اليمامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري يتقدم على المركز العاشر مقدما اليمامة. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بل لهذه الشعارات. نتيجتنا الأولى النداء الأول تجول مع العشر المراكز المتقدمة المنطلقة ولكن عودة بعد العشر عودة إلى الصدارة عودة إلى التغيير الذي طرى وجرى من الظبي على المركز الأول. الظبي سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزية الشامسي يتقدم على المركز الأول مسافة مسافة على المركز الثاني. الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المتابع لمسافة من في هذه اللحظات. المركز الثالث الوصول من الواعي مسري بن سالم بالعرطية الحميري ياتي خبير المرموم بخبرة السنين يتقدم أبو حمد في هذه اللحظات. المركز الرابع الشاعر ياتي أبو مسلم مع الشايب مبارك بن حمد بالعود العامري يتقدم في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. الدور دور المركز الخامس نتابع اليمامة قادمة مع أبو سالم يتقدم كاسب بن سالم بن كاسب المسافري ينطلق مع اليمامة على المركز الخامس. المركز السادس نتابع المجموعة الثانية بقيادة شعار المفاجآت ينطلق مع مزون سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري القادم على المركز السادس. وأول ندى لمزون حمدان بن سعيد بن سالم العويسي يتقدم على المركز السابع وينطلق مع مزنة بعد مزون المركز الثامن. المركز الثامن نتابع سمحة الواصلة في هذه اللحظات على المركز الثامن. راشد بن نايل بن راشد النايلي الشامسي ينطلق على المركز الثامن. والمركز التاسع غند سالم بن محمد بن مترف الطنيجي القادم في هذه اللحظات من الزين ينطلق مع هذه الانطلاقات من الإمارة الباسمة يأتي ويقدم انطلاقة غند.
المركز العاشر يتقدم الشاعر ابو سلطان محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع عروبة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مع هذه الانطلاقة ومع هذا التحدي ما شاء الله لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن نواميس المحليات الأصايل الذلل التي تنطلق في تحفة ميادين السباقات مع جولتنا الثانية مع شوطنا الخامس الذي يحمل دائما كل التحدي والترقب من كل المتابعين والمتيمين لهذه الانطلاقات ولهذه الأسماء والشعارات. عودة إلى الصدارة، عودة مع اقترابنا لمنتصف الثمانية كيلومترات، أعود إلى اليمامة، أعود اللي غيرت في هذه اللحظة وانطلقت بانطلاقة الانتصار والناموس. هذه اليمامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافرية يتقدم على المركز الأول قائدا لمسار هذا الشوط، يقدم اليمامة على المركز الأول على الكادر العلوي، المركز الثاني بالحرزية ينطلق على المركز الثاني ويتقدم سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزية الشامسية مع الضبي على المركز الثاني، المركز الثالث هذه الواعية مسري بن سالم بالعرطية الحميري القادم على المركز الثالث، ثلاثية بالصدارة، ثلاثية بالكادر العلوي عبر قنوات دميري سنج. نتابع المركز الرابع، الشايبة مبارك بن حمد بالعود العامرية ينطلق على المركز الرابع، المركز الخامس هذه مزون لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامرية ينطلق على المركز الخامس، والمركز السادس تراجع من مسافة على سادس المراكز لحمد بن راشد بن حمد بن غدير وغند سالم بن محمد بن مترف الطريدي القادم مع غند. بعد غند نتابع وصول من قبل مزنة حمدان بن سعيد بن سالم العويسي يتقدم مع مزنة في هذه اللحظات، وصول من عروبة، انطلاق من عروبة محمد بن سلطان بن سعيد المالكي وقادم الوسمية، أول نداء للوسمية مسلم بن سالم بن زعيتر العامري قادم مع الوسمية في هذه اللحظات. ما شاء الله بدأنا نقترب ونغادر كيلو الغابات والثلاثة كيلومترات مع هذا المنظر في 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 المرموم في الميدان الذكي. ما شاء الله نتابع نراقب هذه الأسماء، كل الأسماء وصلت في موقع واحد، عشرة أسماء في موقع واحد بقيادته الضبي اللي غيرته الضبي محمد بن مبارك بالحرزي الشامسية يتقدم على المركز الأول، ينطلق على الصدارة والمقدمة وريادة مسار هذا الشوط. ويا مقدم هذا الشعار العديد والعديد من الأسماء في عالم الأصايل، مسري بن سالم بالعرطي أبو حمد بخبرة السنين قادم مع الواعية، على المركز الثاني يحمل أمال أهالي المرموم في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. وصول من مزنة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري وغند واصلة غند سالم بن محمد بن مترف الطنيجي القادم على المركز الرابع. الخامسة هذه مزنة حمدان بن سعيد بن سالم ينطلق لعويسي في هذه اللحظات، وبالعود قادم بارك بن حمد بالعود العامري مع شايبة القادمة في سادس المراكز. وصل بنايف، وصل شاعر مع عروبة محمد بن سلطان المالكي القادم مع عروبة على المركز السادس
السابع والثامنة، الثامنة الوسمية، بدأت تتسلل الوسمية من مركز إلى مركز. مسلم بن سالم بن زعيتر العامري، مسافة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز التاسع والعاشر اليمامة لكاسب بن سالم بن كاسب المسافرية. هكذا هي النتيجة ما شاء الله لهذه الأسماء. تابع هذا المنظر، تابع هذا الانطلاق عبر قناة ميريسينج، ما شاء الله نتابع نراقب هذه الانطلاقات في ميدان المرموم، انطلاقات المحليات الأصايل الحول على أرضية هذا الميدان الثمانية كيلومترات انطلاقة هذا الموسم وهذا العام. هنا بالحرزية يقود المسار سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزية، هنا يتقدم ينطلق مع الضبي على المركز الأول، ومسري بن سالم بالعرقية قادم مع الواعية، وحمدان بن سعيد بن سالم يأتي مع مزنة والطنيجية، سالم بن مترب الطنيجي قادم مع غند وبالعود قادم، وسعار المفاجات بدأ يتقدم سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري مع مزون والوسمية، الوسمية بو سالم سلم بن سالم بن زعيتر العامري القادم مع الوسمية في هذه اللحظات. ما شاء الله نقترب من الكيلو متر الأخير، يا راعي سليل يا راعي سليل، يتقدم سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزي على المركز الأول، ينطلق مع الظبي مع الظبي على المركز الأول وعلى الصدارة، مزنة مزنة قادمة، مزنة على المركز الثاني، هذه مزنة حمدان بن سعيد بن سالم العويسي القادم على المركز الثاني، الوسمية الوسمية مع القادمة في هذه اللحظات، مسلم بن سالم بن زعيتر العامري وصول في هذه اللحظات من مزون لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، عادت مسافة، عادت مسافة الواثق قادم مع مسافة في هذه اللحظات حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن الظبي الظبي على المركز الأول، أهالي مدينة العين، أهالي مدينة العين وزاخر بالتحديد، سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزي شامسي يتقدم على المركز الأول، يبغي المحلية يبغي هنا في هذه اللحظات شوط المحليات مع الجولة الثانية في المرموم، ومزنة قادمة، مزنة قادمة حمدان بن سعيد بن سالم على المركز الثاني، ولكن خلاص الضبي على المركز الأول بالحرزية تقدم بتاريخ هذا الشعار بإنجازاته مع الأصايل، سلطان بن محمد، سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزي شامسي، بالحرزي شامسي يتقدم قدم مع الظبي، تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بالحرزي الشامسي داعم هذا الشعار بهذه النوعيات. المركز الثاني مزنة لحمدان بن سعيد بن سالم، المركز الثالث وصلت مزون لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، والمركز الرابع الوسمية لمسلم بن سالم بن زعيتر العامري، والمركز الخامس سمحة لراشد بن نايل بن راشد النايل الشامسي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات، لحظات وصول الظبي، قطعة المسافة في الثمانية كيلومترات مثل 12 دقيقة 6 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي والسلام إلى مدينة العين، 13.7 جزئين من الثانية. هذه مزنة لحمدان بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي، تهانينا والناموس، 13.7 جزئين من الثانية هو التوقيت. المركز الثالث نتابع اللي وصلتنا على المركز الثالث مزون 13.11 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، تهانينا والناموس للجميع.